خير الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. المكلفة تحت رئاسة السيد العامل اللي كنشكروه من هذا المنبر، كنشكروا السيد باشا فضيل في شاكيل اللي وقف معنا العملية، وكنشكروا وزارة الإسكان والعملية تمت بدون مشاكل وبدون نزاعات وبدون الحمد لله تمت بعين عتيق، وقع التوقف اللي خارج عن الإرادة ديالنا. العملية السيد الباشا كانت غدا بطريقة ممتازة، كنا كنهدموا الدوار وفي نفس الوقت كنا كنجردوا الاسماء اللي غير مستفيده. كنا درنا واحد اللوائح بحضور اللجنه المكلفه بالسيد الباشا، كل دوار كنحصروا فيه ديك الاسماء اللي غير مستفيده، وكنظن ان المحاضر راه عندكم وكل شيء عند السلطه. حنا ما غاديش نطولوا في هذا المنبر، حنا كنطالب استمراريه الاداره، ان عندكم مساطر مسطره، عندكم تما محاضر اللي كتشمل جميع الساكنه المقصيه، وعندكم محاضر كتشمل الساكنه اللي عند الفلاح. حنا كنطالبوا العملية تتم في احسن الناس اللي هي مقصية حنا كنعرفوهم بواحد وحصرناهم في دوار بشهادة الجميع. حنا كنطالبوا نكملوا هذه العملية في اطار مشمول وبالطريقة اللي كانت غادا مسطرة، وحنا معاكم الى اخر دقيقة. كتعرف السيد الباشا اللي كنقول لك انا راه اول عملية تمت في 13 ديسمبر، راه 8 شهور هذه، راه كاين واحد الناس اللي هدمنا ليهم، ما بقى عندهم لا عنوان لا سكنة لا حتى حاجة، تحولوا ولادهم للمدرسة. فهاد الناس إلا كانوا كيغوتوا راه من حقهم، نحطوا راسنا في بلاصتهم، إلا نادو كيطالبوا حقهم راه من حقهم هاد الناس. باش هاد الإنسان ونكملوا العملية إن شاء الله، وأنا غنبين بالشر ساكنة من هاد المنطقة. يوم رابع كنقول أمام السيد الباشا، هاد الخبر عاد تبلغنا به، كنبلغوا أمام المجلس أمام السيد الباشا أن العملية غادي تستانف ابتداء من غدا. إلا في العمل ديالها باش ان شاء الله نحاولوا نساليوها في هذا العام هذا ان شاء الله على احسن ما راه. كيف ما دلا السيد العامل راه كندلا بها في واحد الاجتماع، قال خصنا نعلموا عين عتيق بدون صفيح في اقرب وقت. وشكرا السيد الرئيس. كاين اللي غنعطيك القرعه وانا تمشهد وانا جالس على هذاك الشيء اللي كيبغي دابا ساكن عند الناس ويلوحوني علاش هذا ما تمشهد وانا مليوح في زناقي انا معدول واولى مني ناخذ العقوبه ديالي اولى مني انا معاصي اولى مني ناخذها علاش ندعي انا وخاين الناس تبعيني وعندهم القاعي وعندهم المجدي علاش هادشي اللي بقى قادرين نساليو شهر ديال الليل اللي عاونتونا. حنا الامور راه خاطره مصاوبه، كنقولها امام السيد الباشا وكنتحمل المسؤوليه. حنا غنبداو نخدمو من غدا وليد راه كان السيد العامل راه كيعلن في الاخر ديال شهر 10 ولا تعطلت لا تعطلت شهر 11 غنكونو غنعلنو مدينه بدون صافي. شنو التدخل ديال العصابيين كان بان كاينين اللي شدوا 4